تقع مدينة كسب شمال محافظة اللاذقية على الحدود السورية التركية، تتميز بارتفاعها وبطبيعتها الخلابة. الله أكبر. وفي 21 من آذار أعلنت الكتائب الإسلامية بدء معركة سموها الأنفال، استطاعوا السيطرة على مدينة كسب والمعبر الحدودي والقرى والمناطق المجاورة. غالبية السكان من الأرمن، ويوجد فيها أكثر من 10 كنائس. قامت غرفة عمليات المعركة بفرز عدة عناصر لحمايتها من السلب والنهب أو اللعبة بمحتوياتها كونها دورا للعبادة. بعد تحرير كسب قمنا بحماية الكنائس من المخربين ومن النهب ومن السرقة، ونحن الحمد لله موجودون هون لحماية الكنائس، وتعتبر مركز ديني بالنسبة للأرمن. روج النظام السوري بعد خروجه من المدينة لإشاعات بأن من دخل المدينة من الكتائب الإسلامية قامت بمجازر بحق الأرمن وتكسير للصلبان وحرق الكنائس ونهبها، وذلك لتأجيج الرأي العام العالمي وإحداث صدع في النسيج التعايشي كون السكان من الأقليات. هذا ما نفاه الثوار جملة وتفصيلا. هلا نحن جوا الكنيسه، ومثل ما كنتم شايفين النظام عم يدعي عنيتنا عن الخضر ومنكسر، لكن نحن انتبهنا ودرنا بالنا على جميع المحتويات وجميع الكنائس في مدينه كسب كهذا ولا يصيبها اي اذى، وما بقي من الارمن والمسيح اننا امنا لهم المساعده وجميع الحاجات التي يريدونها ولا ينقص عليهم شيء. قصف عنيف على كسب براجمات الصواريخ. قصف متواصل من قبل قوات النظام على المدينة، بعضه استهدف الكنائس واشتباكات في المناطق المجاورة، وسكان المدينة من الأرمن ينتظرون انتهاء المعارك والعودة إلى ديارهم بعد تطمينات من قادة الكتائب الإسلامية بأن بيوت كسب لأصحابها ولا لأحد سواهم. أبو علي الروجي، شبكة شام الإخبارية، كسب.